كتاب العظيم كما تعلمون ذكر منزله تبارك وتعالى أنه ينقسم إلى آيات محكمات وإلى آيات متشابهات، كما ذكر ذلك في الآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالقرآن منقسم إلى محكم وإلى متشابه، فالإباضية في استدلالهم لعقيدتهم بآيات الكتاب يحتجون بالمحكم الذي وصفه الله بأنه أم الكتاب، أي الأصل والمرجع في فهم غيره من الآيات المتشابهات. والمحكم هو ما وضحت دلالته فلا لبس فيه ولا اشتباه، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته. المحكم هو ما وضحت دلالته عليه، فالاستدلال به استدلال محكم قوي قطعي، وأما المتشابه فالاستدلال به ظني. بتعبير آخر، المحكم لا تتزاحم عليه المعاني، والمتشابه تتزاحم عليه المعاني، وقد تكون معاني متغايرة أحيانا. فكل دليل جاز أن تتزاحم عليه المعاني فهو متشابه لا يحتج به في العقيدة، وكل دليل لم تتزاحم عليه المعاني فهو دليل قطعي يحتج به في العقيدة، وهو حجة في إثبات الصفات الإلهية، وهو الأصل الذي به يفهم غيره. وبهذا أحكم الإباضية منهجهم في الاستدلال لعقيدتهم بكتاب ربهم تبارك وتعالى. وأما منهج الآخذين بالظاهر كما أسلفنا آنفا فهو منهج يفضي إلى القول بتناقض القرآن وتعارض آياته، ومثلنا على ذلك بقضية إثبات المكان لله بناء على ظاهر قول الله الرحمن على العرش استوى، فإن هذه الآية تثبت مكانا غير المكان الذي أثبته قوله تبارك وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، وهذه تثبت أيضا مكانا غير المكان الذي يثبته قول الله إن ربك لبالمرصاد، وغير المكان الذي يثبته قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وغير المكان الذي يثبته قوله تبارك وتعالى إن معي ربي سيهدين، إن الله معنا، إني ذاهب إلى ربي فوجد الله عنده. هذه كلها أماكن لو حكمنا ظواهرها لخرجنا بنتيجة متعارضة متناقضة متباينة، لأن هذه الآيات غير محكمة فلا يحتج بها في العقائد.